عودناكم دائما في برنامجكم شمس البحرين أن نسلط الضوء على الطاقات البحرينية المميزة، فخرا ودعما وتقديرا لجهودهم المعطاءة في جميع المجالات. ومثل ما تشوفون كل يوم شباب البحرين يبهرون بإنجازاتهم المميزة في البحرين وخارجها. البحريني أو البحرينية خير ممثل لبلدنا الحبيب في أي محفل أو أي بلد يكونون فيه. فعلا دلال، واليوم ضيفتنا شرفت مملكة البحرين على المسرح الدولي للتنافس مع متعلمي اللغة الصينية من جميع أنحاء العالم عبر مشاركتها مع أكثر من 70,000 متنافس من جميع أنحاء العالم، وتمكنت من الفوز بجائزة التميز في الجولة النهائية لمسابقة الجسر الصيني. بنتعرف أكثر على ضيفتنا المميزة سراج محسن، طالبة في قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة البحرين. يا هلا ويا مرحبا فيك، صباحك خير. صباح الورد. صباح النور. قبل ما نبتدي حوارنا نبي أقول صباح الخير بالصيني، شو ممكن نقولها؟ بالصيني صباح الخير تنطق تاو شانغ هاو. تاو شانغ هاو. تاو شانغ هاو. صباحك خير. صباحك ورد. سراج، قبل ما نبتدي يعني أكيد بنبارك لك على هذه الجائزة اللي تميزتي وحصلتي عليها، يا ريت لو تكلمينا أكثر عن مشاركتك في الجسر الصيني. مسابقة الجسر الصيني الهدف منها أنها تربط بين الناس اللي ما يتكلمون اللغة الصينية بالصين، بحيث أنهم يشاركون بثقافاتهم بأفكارهم، والعامل المشترك بينهم يكون هو اللغة الصينية. المسابقة انعقدت على مرحلتين، مرحلة أول شيء كانت على بس نطاق الدولة هي مملكة البحرين، المرحلة الثانية تكون على مستوى اللي هو الدولي كامل. جميل. هذه كانت مشاركتك الأولى ولا كان في عندك مشاركات سابقة؟ هذه مشاركتي الأولى، توني كنت أول ما خلصت أتعلم اللغة الصينية المعلمة اللي درسني اقترحت علي إني أشارك في المسابقة أو شيء في البحرين. أقول لما خلصت مشاركة البحرين حصلت على مركز، اقترحت علي إني أتوسع أروح برا البحرين، فإن يعني شجعتني عشان أكمل تعلم اللغة الصينية، أخذتها فرصة وكت على الله وشاركت. ما شاء الله. حلو. شلون تعلمتي اللغة الصينية سراج؟ وليش اشمعنى يعني اللغة الصينية؟ اللغة الصينية تعلمتها من جامعة البحرين، عندنا معهد الكونفوشيوس انستيتيوت، هناك يعلمونش اللغة الصينية. عندنا كورسين، تشاينيز ليفل 1 تشاينيز ليفل 2، أخذت تشاينيز ليفل 1. ليش أخذت اللغة الصينية بالذات؟ هو عقب ما كنت أحاول أطلع من داخل الكومفورت زون اللي كنت قاعدة فيها، عقب ما بنيت ثقتي في اللغة الإنجليزية حسيت أبي أجرب لغات ثانية، يعني عندي interest إني أتعلم لغات، فاخترت لغة تكون مختلفة عن اللغة الإنجليزية والعربية، فبديت أتعلم اللغة الصينية. شفتها قلت تجربة أوردي ما بختارش في النهاية بستفيد منها. حلو. طبعا هي مثل ما نعرف إن اللغة الصينية شوي معقدة بالنسبة حق اللغة العربية، فشنو الصعوبات اللي واجهتيها وشلون تغلبتي عليها؟ اللغة الصينية هو يعني معروفة أنها تكون أصعب هي من اللغة العربية، يعني بعدها تكون اللغة العربية. الشيء الصعب فيها هو الممارسة خصوصا في البحرين من ناحية النطق. النطق نقدر اللي هو نتدرب على النطق عالي، بس ما نقدر في البحرين ما نقدر. الصعوبة الثانية بتكون الكاركترز، أغلبنا من نشوف اللغة الصينية نشوف شلون تنكتب اللغة الصينية، هذا الكاركتر صار مختلفة عن النطق مالنا، فكأننا نحفظ النطق مال الكلام والكاركترز نسي الصعوبة، لأن عندهم أكثر يعني عندهم بالآلاف كاركتر حتى تعلم اللغة الصينية. فحتى لو قدرنا نقرأ لازم نعرف كل كاركتر، لازم شيرين مثل عشان نعرف شنو الجملة تحاول توصل حقنا. يعني تختلف خلينا نقول الأحرف عن طريقة النطق فيها. يعني على مثلا كلمة يكون عنها نطق بس نفس النطق بس يتغير الشكل يكون لها معنى ثاني، فهني يصير شوي خربطة، شوي تحتاج ممارسة عشان نقدر نتعود على نفس اللغة العربية. احنا عندنا حركات صح؟ صح. اللغة العربية لأن غير الحركات عادي تتغير معنى الجملة. أكيد. فصاير هاي بالنسبة حقي أشوف هاي شوي إنه مثل الشيء، إحنا لأننا قاعد نمارس اللغة العربية بسرعة نقدر نسوي نفس الشيء في الصين، إذا مارسناها بنقدر نفرق بسرعة. جميل. جميل. على هالطاري وعلى هالكلام إحنا نبي نشوف الفيديو مع السادة المشاهدين وبنرجع نتكلم عنه. مشاهدينا نتابع هذا الفيديو وراجعين. هاتي هاو،
我是巴黎大学建筑专业的学生，很高兴现在和你们谈论我喜欢写中文。我的老师来自上海，他给我们介绍了很多中国的方族人群和上海的建筑。我很喜欢上海的城隍庙、王国建筑群和环球建筑中心，这些建筑中国馆到了中国的开放、包容与活力。 我的国家巴黎是一个充满怀疑的国家，现在我在巴黎老城区马哈雷，这里正在庆祝建筑制度。古代前老勇敢的巴黎人，所居于川古阿拉伯王才庄主。巴黎的古典建筑很美，中国的古典建筑也很美，但是它们不太一样。 首先，巴黎的古典建筑大都是礼拜色的，中国的古典建筑会用红色、黄色等等鲜艳的样子。巴黎的古典建筑用木头作为材料，中国的古典建筑用木头作为材料。而且，我发现中国的古典建筑很重视。 有一种建筑和自然和谐之美。我想用中国古典建筑的理念来设计巴黎的建筑，这是我设计的咖啡馆。我用木头做装饰，还加上了自然环境的设计。 我现在还不够了解中国的建筑，我一定好好学习中国，去中国看看美丽的东方建筑，学习中国的建筑设计，好好的设计，好会扮演，就像我谈的茉莉花一样，将美丽的中国融入我们的国家。 عودة لكم مشاهدينا، نكمل مع سراج. سراج طبعا الفيديو والتقرير وايد جميل، حلو انك دمجتي ما بين الحضارة والعمارة وباللغة الصينية، فكلمينا اكثر عن هذا الفيديو. الفيديو مثل شرحت البداية فكرة الجسر الصيني نربط الحضارات. زين، المرحلة الثانية كانت ان احنا نعبر عن نفسنا بثلاث دقائق، نتكلم عن ايش احنا نبي، اهم شيء يكون نوصل باللغة الصينية. ف أنا أدرس العمارة، فالعمارة الحين صارت كأنها جزء من حياتي. فحين فكرت شلون أقدر أتكلم عن العمارة بنفس الوقت أربط بين البحرين وبين الصين وأكون جسر بينهم. فجت الفكرة إن يعني عقدت ميتنج مع الانستركتور إن شلون نقدر نربط العمارة، تناقشنا عن المواضيع اللي إحنا نبغى نحطها في الفيديو ورتبنا الكلام والحمد لله طلع الصورة. حلو. سراج، يعني نبي نتكلم عن نجاح الفيديو. طبعا أنت متميزة وخلاص، هاي يعني ما بنتناقش فيها، احنا بنتكلم عن نجاح الفيديو. يعني ما شاء الله الفترة الأخيرة شفناه في وسائل التواصل الاجتماعي والكل ينشره. يمكن كنا نشوف شيء غريب إنه بنية بحرينية وشكل بحريني بس تتكلم صيني بهذه الطريقة، يعني خلينا نقول بهذه الطلاقة. بس الفيديو يعني ما شاء الله شفنا فن العمارة ومزجتيهم بالفن المعماري البحريني، هل يعتبر هذه النجاح نجاح الفيديو ولا في أسباب ثانية؟ بالنسبة حق نجاح الفيديو، التقييم يكون من اللجنة هناك، لا بقيمة فبقيمة من رأيي الشخصي، لأن شلون قدرت أربط بين البحرين وبين الصين من يعني عوامل كانت كثيرة موجودة ليش صار. من ضمن الأسباب اللي تناقشتها مع الانستركتور أن فكرة الفيديو أني مو بس قاعدة أتكلم عن نفسي، بالعكس كأني
سويت جسر بين البحرين والصين، قاعدة أتكلم عن البحرين والصين، بنفس الوقت قاعدة أتكلم عن نفسي شلون قاعد أدخل العمارة في الموضوع. وهذا كان من أحد الأسباب. والسبب الثاني هو بالنسبة حق مثل ما ذكرت الفيديو، مدة دراسة اللغة الصينية كانت 15 intensive course. من هالكورس إن قدرت أتقن شلون أتكلم اللغة الصينية، فهذا أحس يعني بعد كان عامل شلون قدرت أوصل فكرتي ب يعني باستخدام اللهجات المحددة باللغة الصينية وأوصل أفكاري حقهم. جميل. طبعا سراج، أنت كنتي ضمن 70,000 طالب وطالبة، فهذه يعني منافسة قوية. فوصفي لنا شعورك في ذاك الوقت. في نفس الوقت المسابقة لأن كان الموضوع أونلاين، فما حسيت بالسكيل الكبير من المسابقة. انتقلت من في البحرين، كنت المشاركين نعرف بعض شوي، كنا درسنا في نفس الكورس تقريبا. لما رحت على السكيل الأكبر، الفترة بين المرحلتين كانت يعني تقريبا شهرين، فشوي خف اللي هو اللود مال المسابقة الأولى. بعدين كل شيء سوينا تقريبا فوضون يومين حق المسابقة، يومين إلا ذاتي قدرنا نجهز حق الفيديو وشاركنا فيه في المسابقة. حتى لما حصلت خبر مثلا الفوزي في الجائزة، يعني still my brain didn't process it لأنه صار كأني بس قاعدة أتناقش. بعدين إن عقب لما جامعة البحرين نزلوا عن الخبر، هني حسيت إنه ترى صدق في فيست بالجائزة هذه. جميل. يعني سراج، نصيحتك لأي شخص أو يعني لأي شخص حاب إنه هو يتعلم هذه اللغة، شنو الستيب الأولى اللي ممكن يتبعها؟ أول شيء لازم إذا الشخص خصوصا اللغة الصينية لازم يكون متقبل إنه بيتعلم شيء غير عن اللغة العربية والإنجليزية. يعني إذا خصوصا من ناحية النطق عندهم اللي هو pronunciation، إحنا منطقة في اللغة العربية، فإذا الشخص حاول إنه يعني يدرب على هذه اللغة، الممارسة تكون صعبة شوية في البحرين لأن إحنا لغة مو أساسية عندنا، بس المقاطع في اليوتيوب ما تقصر، يقدرون يطلعون من هناك، وإن شاء الله الناس يتعلمون اللغة الصينية ونقدر نوصل البحرين ثقافتنا حق الصين بعد. جميل جدا. سراج، إذا بنقول في نهاية لقائنا شمس البحرين، شلون ممكن نقولها؟ بحرين تنطق، البحرين سهلة بتكون باليين. جميل. إذا بنقول باليين دي تحيان، شمس البحرين تكون. احنا لازم ناخذ كورس عندها. خلاص احنا لازم تعلمنا. زين، إذا بنقول مع السلامة. مع السلامة تنطق تساي جين. مرة ثانية. تساي جين. تساي جين بسرعة تكون. أنا أحس إنها ما بقولها، فنقول إحنا لازم نتدرب عندك، يعني أنت لازم تعلمينا بعض الكلمات اليومية اللي إحنا ممكن نستخدمها. هاي شيء جميل. أنا أتوقع مستقبلاً أنت لازم يعني بيكون عندك كذي فئة من الناس، شريحة، إن أنت خلينا نقول تورثينهم هذه الثقافة أو هذه اللغة اللي أنت اكتسبتيها، لأنها هي صعبة. مثل ما سجليني أنا أول واحد، ها؟ إن شاء الله. لا، أنا أول واحدة. كله يبي الأول هو. ما نرضى إلا بالمركز الأول. طبعاً أكيد. إن شاء الله موفقة على طول. سراج، نورتينا اليوم في استوديو شمس البحرين. شكراً. كل الشكر على وجودك. مشاهدينا، بنتعرف معاكم على أسعار الذهب لليوم، ومن بعدها نطلع فاصل ونرجع.